معانا وبيشرفنا في الاستوديو في التهنئة معانا نيافة الحبر الجليل الأنبا اسطفانوس أسقف بيبا والفاشن. صباح الخير سيدنا. أهلا يوسف، إزي حضرتك؟ إن شاء الله تكون بخير. كل سنة ونيافتك طيب وبألف خير في أحسن صحة يا رب إن شاء الله. وأنا بنتهز الفرصة دي إن أنا بشكر قناة ميسات متواجدة معانا في كل حاجات الكنيسة وكل مناسبات. ربنا يعوضكم، وبنشكر نيافة الأنبا أرمية، ربنا يعوضكم كل خير. نشكرك جدا سيدنا، والحقيقة طبعا يعني احنا كمان بنشكر يعني نيافتك على وجودك معانا وعلى التهنئة الجميلة. وتحب تقول ايه النهاردة لكل الشعب في عيد القيامة المجيد سيدنا؟ عايزين نقول لكل الشعب اولا كل سنة وقداسة البابا بخير، وكل الاباء المطرنة والاباء الاسقفة والاباء الكهنة والخدام وكل الشعب، ربنا يعيد الايام كلها بخير. وزي ما قال قداسة البابا امبارح في العزة بتاعته ان عيد القيامة مش مجرد مناسبة تاريخية حدثت في الماضي، ولكن حاجة بنعيشها كل يوم. فالقيامة يعني مش مجرد حدث تاريخي، ولكن حدث حياتي. احنا بنعيش القيامة كل يوم وكل ساعة، وكل ما الإنسان يسقط في خطية يقف يقوم كمان. فالقيامة حياة مش مجرد مناسبة. فبنقول كل الكنيسة كل سنة طيبين، ربنا يعيد الأيام بكل خير على الكنيسة وكل سلام، مش بس على الكنيسة كجزء من المجتمع، ولكن مصر كلها تبقى بخير وسلام. العالم كله ربنا، أنت حضرتك شايف العالم يفتقد السلام، وكأن السلام هرب من بعض الناس ومن بعض الدول. فربنا ينعم علينا بنعمة السلام. أمين أمين يا رب. وزي ما بنصلي في القداس رحمة السلام ذبيحة التسبيح. مظبوط صح سيدي. فربنا يدينا نعمة السلام دي، لأن نعمة ما بنقدرهاش إلا لما الإنسان للأسف بيفقدها. مظبوط صح. فربنا يدينا نعمة السلام. سلام مع النفس، سلام في بيوتنا. قد إيه البيوت محتاجة سلام، قد إيه أولادنا وبناتنا محتاجين احتواء، قد إيه المجتمع اللي عايشين فيه محتاج فعلا سلام، دي العالم كله محتاج هذا السلام. مظبوط فعلا يا سيدنا. والحقيقة طبعا يعني برضو حابين نيافتك تشاركنا يعني زي ما حضرتك أشرت لوعظة أو كلمة قداسة البابا تودروس بالأمس، يعني إزاي نعيش بتأثير قيامة السيد المسيح طبعا ونصرته على الموت في حياتنا اليومية برضو، عشان مشاهدينا يعني يتمثلوا بهذا. الإنسان يكون سريع القيامة، يعني إذا كان على السقوط، ما كلنا بشر وربنا بينظر لينا كده زي ما يقول في الكتاب إنهم بشر. نعم بشر، يعني معرض للسقوط تحت ضغوط، إرادة ضعيفة، وسط للأسف خاطئ، فالإنسان معرض للسقوط. إنهم بشر، يرجع يقوم بقى بسرعة بقى، يتمسك بربنا ويتمسك، لأن القيامة نصرة. مظبوط. القيامة نصرة على الخطية، القيامة نصرة على الموت، القيامة نصرة على الذات، والنصرة بتدي فرح. صح. الإنسان المنتصر بيبقى فرحان. على رأي الأنبا موسى، ربنا يديله الصحة ونفعنا ببركة صلواته يا رب أمين، كان دايما يقول كده: الانتصار يولد الانتشار، والانكسار يولد الانحسار. فالإنسان المنتصر منتشر، يضحك مع ده ويهزر مع ده كرازة. الإنسان المنتصر كارز كارز، والإنسان اللي متقوقع حوالين ذاته أو في خطية جواه تلاقيه منطوي. مظبوط. الانكسار يولد الانحسار، إنسان منحصر حوالين ذاته، متقوقع حوالين ذاته. فندوق فرحة النصرة، وندوق لذة الجهاد والنصرة. والإنسان لما بيجاهد وينتصر بيفرح، والفرحة بتقود الفرحة أكبر. مزبوط. والنصرة بتقود النصرة أكبر، وهكذا. صح. الفرح يولد النصرة، والنصرة تولد الفرح، والاثنين بيغذوا بعض. مظبوط.
مظبوط فعلا سيدنا، ويعني فعلا ناخد من كلام يعني نيافتك ونقول فعلا يا رب كده يملى السلام في مصر وفي العالم كله. احنا طبعا شفنا الفترة اللي فاتت قد ايه في بعض بلاد مضطربة، وقد ايه شفنا حروب، وقد ايه شفنا حاجات كتير صعبة، ولكن احنا النهاردة في يوم القيامة بنقول يا رب يعني يقيمنا ويقيم كل العالم من اي ألم ومن اي سقوط، وان شاء الله كده السلام يعم في كل العالم يا رب ان شاء الله. احنا فعلا يعني بنشكر نيافتك جدا على وجودك معانا وعلى تشريفك لنا وعلى الكلام الجميل اللي نيافتك قلته لنا، ويعني يبقى ان احنا نقول نيافتك كل سنة ونيافتك طيب وكل حبايبك بخير والإبراشية كلها في افضل حال وفي سلام يا رب دايما. متشكر جدا، شكرا جدا، بنشكرك جدا نيافة الحبر الجليل الأنبا استفانوس أسقف بيبا والفشن، بنشكر نيافتك شكرا جزيلا.